كلاتنبرج احنا عرفنا ان هو يعني في تقييم الجول بتاع الاهلي وفاركو قال الكره جول، بناء عليه هو استغرب من عدم احتساب الكره جول او تم ايقاف محمود عاشور والكلام ده. هل اتحاد الكره ليه موقف في القصه دي؟ يعني اتقال قبل كده ان الكابتن عصام قعد وقال الكوره مش جول فعلا، وبعدين فجاه قالوا ان كلاتنبرج قعد وقال لا مين اللي قال الكلام ده الكوره جول 100%. هل اتحاد الكره بيبقى ليه دور في الكلام ده؟ اللي انا اعرفه تماما ان الراجل، يعني انا اول مره يعني زي ما انت حضرتك عارف في بعض الاقاويل بتطلع على الثاني وعلى شو قلتها. الراجل النهارده كان موجود معانا في الاتحاد وطلب اللي هو يقابل المجلس في الاجتماع ونزل قعد معانا اتكلم عن رؤيته خلال الفتره اللي جايه وان هو هيقعد مع اعضاء اللجنه الحاليين وبعض الاسماء الثانيه لو احنا رشحناها عشان يقعد معاها يشوفهم قبل ما يعتمد لجنته للموسم الجديد ان شاء الله، ويتكلم عن تطوير الحكام والمعسكر اللي هيعمله ل 40 حكم خلال مع انتهاء الدوري ان شاء الله في استاد القاهره. لكن احنا احلنا له 26 شكوى مقدمين. اي بس دي بالذات احنا عرفنا ان هو صار فيها لما شافها. لا لا الى الان لسه هيقدم تقريره عن هذه الشكاوى الاسبوع القادم ان شاء الله، لان الجلسه ممتده لغايه الحد اللي جاي ان شاء الله، فهو هيقدم كل الشكاوى. بس يا دكتور ايهاب اكيد انتوا عرفتوا ان الراجل قال الكوره جول، يعني انتوا اكيد. لا لا قصدتوا يعني أنا في الاخر كان احنا عرفنا. والله انا ما اعرف من الناس. طب خد من الناس اللي موجوده معاه. لا ما انا بقول في اللجنه قالوا لنا اللي هم كانوا حاضرين الواقع. يعني هقول لحضرتك حاجه، ربما يكون حد في اللجنه عارف ان هو مش هيبقى موجود في اللجنه فبيطلع حاجه معينه زي ما حضرتك عارف. لا ده اجتماع كان قاعدين وفاتحين البتاع وبيشوفوا اللعبه. لا انا اخد على لسان المسؤول، لو هو طلع في اي وسيله سواء تلفزيونيه او مش هيطلع يقول لنا احنا. ما انا بقول له كده ما هو ما قالش جوه الاتحاد. ما هو ما قالش بس قال مساعدينه اللي كانوا موجودين واللعبه اتلعبت قدامه واندهش جدا ان الكره دي اتحسبت. هقول لنا حضرتك طبعا هو هيعرض تقريره ده علينا يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. وهو اللي هياخد القرارات الخاصه بكل حكم في اي حاله. هتعلن؟ لا احنا اعلنا ان عقوبات الحكام غير معلنه، لكن الناس كلها هتحس بيها. بس انا هسال حضرتك سؤال بقى فضل. عشان نختم بيه دلوقتي فضل. انا بذكر الكلام وهو الراجل قال كده، مصادرنا احنا عرفنا من الناس قاعده في القعده قال هذا الكلام. اذا تضمن تقريره هذا الكلام تمام وان هدف الاهلي صحيح ولا ده كان خطا من محمود عاشور تمام، فاصبح ده خطا في تطبيق القانون يمنح الاهلي الحق في طلب اعاده المباراه، فهتخش في موضوع كبير هتتعاملوا معاه ازاي؟ لا ده يعني مش عاوز زي ما بقول يعني اللي انا افترض الشر قبل وقوعه زي ما بنقول، لكن خلينا الاول انتظر تقريره هيتضمن ان وبناء على تقرير الراجل احنا مبدا الشفافيه والعداله مع كل الانديه بنطبقه، مفيش اي مشكله خالص. يعني انتوا لو حصل اثبات لخطا في تطبيق القانون ما عندكوش مشكله ان انتوا تنفذوا القانون في عاده المباراه؟ لما نشوف تقريره هيتضمن ايه وبعد كده ناخد القرار وفقا للحاله اللي هنبقى موجود فيها ان شاء الله.